أخبارنا بقى الرياضية بتنطلق النهاردة مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري المصري. هيكون في مباراتين، الأولى هتكون ما بين الزمالك وادي دجلة على استاد القاهرة الساعة 5، والتانية هتكون بين الاتحاد السكندري والداخلية على استاد الإسكندرية في الساعة 7:30. الزمالك في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وطبعا بيسعى للفوز عشان يواصل الصعود في جدول الدوري ويكمل سلسلة النتائج الإيجابية اللي بيحققها الفريق مؤخرا مع إيهاب جلال. كمان ما تنسوش بقى يا جماعة ان النهاردة هتكون مباراة مهمة جدا الساعة 10 إلا ربع لنجمنا الدولي صانع السعادة المصري محمد صلاح، اللي هيقود فريقه في مواجهة بورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. صاحب السعادة، أيوة، الفرعون المصري، صحيح. يعني صحيح، يعني من طبعا بنقول صاحب السعادة لمصر والعالم، مش طبعاً مش العالم مصر كله بس. ده حقيقي. طبعا ربنا يوفقه النهاردة، ويعني دايما رافع راسنا ودايما رافع مصر كده فعلا. انت فعلا والله العظيم، يعني هو طبعا هو ما بيتفرجش علينا حاليا، بس اكيد الرسالة هتوصلك بشكل او اخر. We love you، we love you صلاح.